وين بدك تعدي؟ شوفي شوفي وين بدك تعدي انت؟ ما بتفرق، حي الله وين ما بدك. عدي هنيك عدي هنيك عدي هنيك هنيك هنيك. شو رح تقيمي الإشار؟ لا يو، شو قيمه؟ أيوة من أولها، أنا بدي إياكي محجبة. بدك يعني؟ طبعاً يا بنت الحلال، لو ما كان قصدي نظيف كنت لقيتيني قاعد معك بهاللحظة. يعني أحكي أحكي لا تخافي. وأنا أنا كمان بدي إياك. بعرف بعرف. كأنك مانك مبسوط؟ والله يمكن الأحمر بسام بده ينزع لي فرحتي. خير صاير شي مع بسام؟ بده يسافر على الإمارات هو يتركني لحالي. لحالك؟ ايه لحالي. شبكي ليه زعلانة؟ يعني انت بتقول انه بدك يعني، ومرة بتقول انه رح تبقى لحالك يعني. انا والله العظيم والله العظيم بصراحة يعني ما عم بفهم عليك، والله ما عم بفهم عليك. والله معك حق، ما رح أبقى لحالي، ما نحن رح نصير اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة إن شاء الله، وأخوك يروح ويرجع بالسلامة، بيجمع له قرشين مناح، ساعتها بتعمر له طابق تاني حتى لو كان تهريب، بتجوزه على حياة عينك، بتشوف ولاده كمان. أنا اليوم لازم أطلبك من أبوكي، اليوم قبل بكرة.